انطلاق بث قناة العيون في 6 نوفمبر من العام 2006 شكل لحظة فارقة ليس فقط في المشهد السمعي البصري بالمملكة، بل أيضا لكونها أول تجربة إعلام قرب، أول تلفزيون قرب على مستوى العالم العربي. أزيد من عقد ونصف ركمتها قناة العيون من الحضور والمواكبة في مختلف الأحداث والمواعيد والمحطات الوطنية والجهوية، خاصة على مستوى ربوع الأقاليم الجنوبية، القناة التي كان لها دور أساسي في التصدي لمناورات وافتراءات وأكاذيب خصوم الوحدة الترابية للمملكة، القناة التي تصدت لهذه المناورات، لهذه الاستفزازات من مختلف المواقع، ووقفت على أكاذيب وحجم افتراءات خصوم وبروباغندا الإعلام الجزائري وصنيعته البوليساريو، القناة التي أيضا واكبت مختلف محطات نماء وتطور الأقاليم الجنوبية من خلال عديد البرامج الكبرى التي أطلقتها المملكة بهذه الربوع، خاصة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. حريصة كذلك القناة على مواكبة مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية وكذا الحقوقية، القناة التي يعني تتبعت مسار التطور الحقوقي التي شهدته المملكة من خلال مواكبة توصيات وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة. القناة اليوم بعزيمة أطرها وشبابها ومختلف أطقمها حريصة على استثمار هذه المكتسبات التي ركمتها في هذه المدة من الاشتغال من خلال يعني توسيع ساعات البث والتسجيل، يعني حضور يليق بمستوى هذه المنصة الإعلامية المتفردة على صعيد المملكة. رجالي رجالي رجالي.